معنا الآن عبر الهاتف سعادة الأستاذ محمد اليماحي، نائب رئيس شركة اتحاد كلبالي كرة القدم. أبو سيف السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو سلطان، أسعد الله مساك يا طويل العمر. حياك الله، الله يسلم، كيف حالك؟ طمنا على صحتك. الحمد لله طال عمرك، الحمد لله بخير يا أبو سلطان. الله يسلمك، الله يحفظك. أول شيء طبعا نقول لكم حظ أوفر على الخسارة أمس أمام الشارقة، والنقطة الثانية كذلك نتكلم عن تعاقدكم مع غوميز محترف الشارقة السابق على سبيل الإعارة. كلمنا عن اللاعب هذا وسبب تعاقدكم معاه في نفس الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الخسارة من فريق كبير، فريق نادي الشاردة، أكيد طبعا أخطاء بسيطة كلفت الفريق الخسارة، لكن احنا نسعى لتدارك هذا الموقف، وبالتالي قمنا ببعض تغييرات سريعة اللي هي التعاقد مع نافيران اللاعب الهولندي، وهو لاعب محور أو بلي ميكر زي ما يقولوا، واللاعب غوميز لاعب مهاجم الشارجة، بعد رؤى فنية من مدرب الفريق بعد ما اجتمعنا معه وخلال يومين اللي فاتوا، و انتدبنا أكثر من لاعب مقيم، والحمد لله دعمنا الفريق. أعتقد الآن في أريحية شوي في تدعيمات الفريق في الفترة الأخيرة، لكن ومتفائلين بإذن الله في الفترة القادمة، وهي وفقها طبعا زي ما قلت لك الرؤى الفنية للمدرب والجهاز الفني والإداري المعاون للفريق. نعم، تغيير الأجانب بشكل عام، أو تغيير اليوم نشوف بعض اللاعبين في صفوف فريق اتحاد كلبة، بناء على شو أستاذ محمد؟ هل لأن فعلا أنتم تحتاجون للتغيير فنيا، ولا هي هو موضوع نفسي بناء على المدرب؟ وليش التغيير اليوم في نصف في الموسم؟ شو طموحكم ممكن يكون؟ لأن اليوم نشوف على مستوى اللي قدمه فريق اتحاد كلبة، ما بقول صعب، لكن مش بالسهل انه يهبط لدوري الدرجه الاولى، فشو طموحكم بالضبط على هذه التغييرات؟ والله يا ابو سلطان شوف، دوري المحترفين عندنا وايد صعب حقيقه، يعني كل الفرق الان بدات تحسن مستواها، صحيح الفريق ما يخاف عليه، لكن انت ما في شيء ضامن غير الله سبحانه وتعالى، ضمان عند الله سبحانه وتعالى، لذلك انت لابد تجتهد مثل ما اجتهدت الانديه الاخرى في تضبيط الفريق. شفنا في خلل واضح كان في منظومة الهجومية، شوي عندنا في خلل، أيضا صانع لعب ما أعتقد أنه موجود عندنا يمول المهاجم ملابة، إذا لو لا قدر الله مثلا في توقف لملابة أو إصابة ما عندنا البديل الجاهز 100%، فكان لازم من وجود صانع لعب ومهاجم ثاني يساعد الفريق. ما بتكلم عن اللي راحوا عنا في بالعكس، الثلاثة اللي راحوا عنهم خدموا الفريق بشكل إيجابي، لكن أيضا المستويات الفنية ما كانت مقنعة لنا كإدارة أو حتى كجهاز فني إداري، وهذا طبعا جاء بعد تدارس. صدقا وسلطان صار لنا حوالي شهر نتدارس الوضع بالطريقة مع المدرب أن نوصل لحل ينقذ الفريق ويعيد هيبته، لأن شايفين الفريق يعني الهزائم أيضا تأثر على جدول الترتيب، ولذلك لا نقبل أن وفق الإمكانيات الموجودة عندنا والدعم الكبير من الذي نتلقاه من حكومة الشارقة، فلا بد من أيضا اتحاد كلبة يظهر بالمظهر الجيد المأمول له. نعم، إذا نتكلم عن جوجاك وكذلك واستغناكم عنه أبو سيف، جوجاك لا شك أنه لاعب كبير، لاعب قائد منتخب المجر، لا شك أنه قيمة فنية عالية، لكن في الفترة الأخيرة أعتقد أنه رأى المدرب أنه ما يعني في المركز ما يحتاجه، أيضا جوجاك يعني نوعا ما هبط شوي في المستوى العام لأدائه، تكررت الأخطاء، وهناك في أيضا أمور يمكن ما نحب أن نتكلم عنها في للعلن، لكن أعتقد أن التغيير في الوقت المناسب، بنفقده أكيد كقائد، بنفقده أيضا كأخ وصديق، فمن سنتين معنا قدم كثير لكرتنا للنادي، لكن هذه سنة الحياة التغيير. اليوم إحنا يمكن الناس مش عارف، يعني معظم الأخوة والمشاهدات اللي أشوفها أن يتكلمون عن اتحاد كلب وتغييرات المستمرة وهذا أثر على الفريق، ولكن تناسوا أن كل الفرق في الدولة غيرت مدربين، وفي فريق أنا ما بذكر اسمه غير الفريق كامل تقريبا وبدأ الدور الثاني ما شاء الله عليه يحقق انتصارات، فما أعرف التغيير هاي سنة الحياة، التغيير أيضا يكون دائما للأفضل،
يكون ايضا لمواقع الخلل اللي اكتشفها مثلا المدرب والجهاز الفني المعاون له. ففي امور كثيره ونبقى ويبقى الجهاز الفني والاداره هي اقرب وعارفه مصلحه الفريق بدون شك، وهي اقرب لانها تصحح الوضع اللي ممكن يكون يعني يزداد سوء لو استمر على ما هو عليه. نعم، هذا ما بيأثر سلبا بوسيف على الفريق في حال اليوم انتم ما شاء الله عليكم قبل الموسم كانت لكم معسكرات بحيث انه يكون الفريق بانسجام، الفريق يحاول قدر المستطاع انه يتأقلم بلاعبين اللي موجودين، ويمكن انتم من الأندية اللي كانت تحضيراتكم كبيرة قبل بداية الموسم وهذا كان لصالحكم، لكن ما بتحس اليوم تغيير أجانب على لاعبين مميزين في الفريق بالإضافة لاستقطاب لاعبين آخرين مميزين قد يعني يحتاجون وقت إلى الانسجام؟ كلامك صحيح 100% أبو سلطان وما علي إخبار وأنت سيد العارفين زي ما يقولوا، لكن إحنا نستغل التوقفات أيضا، جايتنا توقفات طويلة شوي في الفترة القادمة يمكن شهر 3 في توقف كبير، وأيضا عندنا توقفات، فأعتقد أن فترة التوقفات هاي بتفيد الفريق وايد. الانسجام صحيح كلامك صحيح 100%، لكن اليوم زي ما قلت لك أنا معظم الأندية غيرت 3 أو 4 لاعبين، نحتاج وقت بالفعل للانسجام، لكن إحنا متفائلين. مثلا غوميز متواجد في دوري الخليج العربي متواجد معنا، اعتقد مساله التاقلم هاي ما تحتاج وقت كبير، خاصه من اللاعب اللي جاهز جاي لاعب دوري وعنده امكانيات ما راح ياخذ وقت وايد، لان انت محافظ على 90% او اكثر من مجموع اللاعبين الموجودين معك، واعتقد عنصر او عنصرين ما راح يكون دماغهم اتوقع بسرعه، وان شاء الله بشوفه الاصفر ان شاء الله باذن الله، وطمن الجماهير ان شاء الله بشوفه بالافضل، ونحن نبذل الجهد دائما التوفيق عند الله سبحانه وتعالى، احنا نحسن نعمل طبعا وفق رؤى فنيه، لكن يبقى التوفيق دائما عند الله سبحانه وتعالى، نحن لا نملك التوفيق ولكن نملك ان تغيير وتغيير للاحسن باذن الله. بوسيف الله يوفقكم ونتمنى إن شاء الله التوفيق لفريق اتحاد كلبة. فريق اتحاد كلبة من موسمين فريق اختلف تماما عن السابق، وما زلنا نحن نقول هذا الكلام اللي يعني لابد نقوله في حق الفريق. فريق اتحاد كلبة في السنوات السابقة بوسيف تعودنا على هذا الفريق، واتمنى ما يزعلون مني يعني حتى جمهور اتحاد كلبة، كان الفريق يعني هدفه الصعود ومن يصعد كان يهبط، لكن شفنا يعني الموسمين الأخيرين ما شاء الله في عمل كبير في صرف اليوم في كرة القدم، نحن كلنا عارفين يعني إذا ما كان عندك بعد الإمكانية وما كانت عندك المبالغ المادية بالإضافة إلى الحنكة الإدارية صعب أنك تبقى أنت في 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 منافسة مع فرق تعمل أكثر عنك وتشتغل أكثر عنك، فإن شاء الله نشوف فريق اتحاد كلبة في الأيام القادمة أفضل حتى من الوقت الحالي بإذن الله. هذا وعد منا إن شاء الله، احنا نحاول زي ما قلت في هذا السياق اقدم شكري وجزيل العرفان ولراعي النهضه الرياضيه في الاماره سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، روعه المباني عندنا، امكانيات الحمد لله الماديه، السؤال المستمر عن النادي، امور كثيره يمكن الجمهور العادي ما يحس فيها لكن احنا نشعر فيها ونفخر بهذا الشيء، امكانيات كبيره وفرت لنا من قبل سمو الله يحفظه ان شاء الله، فبالتالي نحن نفخر ان جزء من الاماره الباسمه ان شاء الله وتكون دائما باسمه، وان شاء الله اتحاد كلبه ان شاء الله بيكون يصنع الفرح لجماهيره باذن الله، واحنا نستاهل زي ما قلت لك ابو سلطان، يبقى التوفيق عند الله سبحانه وتعالى باذن الله. باذن الله الله يوفقكم. الله يوفقكم يا ابو شكرا يا ابو سلطان. شكرا يا ابو سلطان. حياك الله.